السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قطوري محمد من السكنة ديال دوار بوكران جامعة مولاي عيسى مدريس. اليوم إن شاء الله راه تنفتح واحد المجزرة ديال القرب في المركز ديالي تتاب. هاد المجزرة اللي تفتحات بعد ما التزمنا بجميع ما كان في إطار التحملات، وتمت الموافقة لنا من طرف المكتب الوطني للصحة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، وكذلك الموافقة من طرف السلطة المحلية والسلطة الإقليمية. هاد المجزرة هذه هي مختصة في اللحوم البيضاء من دجاج وديك رومي وكذلك المشتقات ديالو. والمنتوجات اللي غادي تعرض في هاد المجزرة هذه راه هي في الغالب هي محلية، يعني حنا فكرنا وكانت عندنا هاد الفكرة باش نتمنوا المنتوج ديالنا، يعني أن الدجاج إن شاء الله غادي يتم يجي من الضيعة للمجزرة ومن ثم غادي يتعرض إن شاء الله على 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 المستهلك. وتتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا عند حسن الظن ديالكم، وتنطلبكم تساندونا وتزيدوا تشجعونا باش نزيدوا ان شاء الله نديروا استثمارات اخرى ولو انها صغيره، ولكن الحمد لله راه تعطات واحد الاشعاع لهذه البلاد هذه اللي هي عزيزه علينا. وفي الاخير تنشكروا هذه القناه الالكترونيه وعلى راسها السيد انس بن زغار اللي تيوفروا جميع الاحداث من كبيرها وصغيرها اللي تتوقع في هذه المنطقه ديال تتاب باش يوصلوا المعلومه لجميع المواطنين. وشكرا، نتمنوا لكم الخير ونتمنوا الدعاء معنا ان شاء الله. الله يوفق الجميع، الجمعه مباركه، بارك الله عليكم، الله يعاونكم.